الجمعية الجهوية الكتبين هي جمعية فتية فيها كتب مكتبات عصرية وكذلك فيها كتبيين يبيعوا الكتب المستعملة والقديمة التي تتواجد عندهم، يعني كتب قيمة في مستوى عالي، كتب تراث، كتب غير موجودة بالنسبة للناس البيبليوفيل، أصحاب البيبليوتيك اللي تهتموا بجمع الكتب القديمة. وحنا الآن تنتواجدوا 13 مكتبة هنا في ساحة جدة اللي مخصصة للمعارض وساحة ثقافية اللي تتوافدوا عليها عدد كبير من المثقفين والمفكرين، أساتذة جامعيين، كذلك طلبة الباحثين. وحنا الحمد لله جميع التخصصات، جميع الميادين، في التاريخ، في الجغرافيا، في الفيزياء، في علم النفس، علم الاجتماع، العلوم الإنسانية، العلوم التراثية، كاين مجموعة ديال الكتب التراث بما فيها المخطوطات، كتب النادرة القيمة بما فيها الكتب الحجرية ديال واحد المجموعة ديال العلماء اللي الإخوان ديال العلماء ديال المفكرين ديال الرباط اللي بدينا نفتقدهم، والظاهره ديال الكتب اللي قلت، والاقبال الى حدود الساعه. حنا شهر دابا تقريبا تتواجدوا في هذه الساحه وفي هذا المعرض، يعني بلا مجامله وبلا بلا نهضروا بلا لغه الخشب، ان الاقبال كاين، الكتب اللي ما كاينينش. بالنسبه للباحثين حنا عندنا واحد المجموعه الناس اللي تتوافدوا علينا تيطلبوا منا كتب اللي غير موجوده في السوق، ما موجوداش في المكتبات، ولكن بالصدفة تقدروا يوجدوها عندنا، حيت يقول لك المثل المغربي يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. وحنا الهدف ديالنا من هذه التظاهرات الثقافية هو تقريب الكتاب للقارئ للقراء. وأبت عاود الجمعية في إطار هذا المعرض تطير ندوات علمية وثقافية داخل هذا الفضاء المفتوح اللي تحضروا فيه عدد المفكرين، منهم سي عباس الجراري اللي حضر ما من مرة معنا، والأستاذ يعني واحد المجموعه ديال هادي، وكانوا توقيعات كتب في هذه الساحه هنا في الخيمه المجاوره لي، تيجيو تيناقشوا توقيع كتاب، وتكون اطروحه ديال احد من العلماء ديال المفكرين ديال الرباط وهادي، وتيحضروا الناس اللي مهمين في المجال الثقافي وهادي، وهما جد فرحين ومسرورين انهم تيديروا التوقيعات ديالهم في فضاءات مفتوحه ما تتكونش مغلقه. هادي بادره نتمنوا انها تستمر من بعد الجائحة اللي هذه سنتين كنا شوية محصورين في واحد الأزمة، راك عارف ديال كورونا اللي خلتنا تقريبا واحد سنتين ولا ثلاثة كنا هذه، والحمد لله دابا رحنا موجودين ونفكروا. يعني بصراحة أنا غادي نجيك نكونوا شوية كي قلت لك ما نهضروش بلغة الخشب، ونكونوا صريحين أن دابا حنا موجودين قلت لك هذه تقريبا هذه القضية ديال حضور الكتاب الرقمي والتكنولوجيا الحديثة وكذا إلى آخره. كي قلتي الأستاذ المحترم أن تبقى الكتاب هو آخره أنيس وجليس، وهذه القضية أنا ضدها، أنا تنقولها ما من مرة في بعض القنوات وهذه، أن تنشوف ما حدنا حنا موجودين وكاينين، راه اللي صعيب هما اللي حنا غنقرضوا واحد الوقت، حيت هذوك اللي صحاب المكتبات والكتبيين بداو اللي توفى من الملك اللي غير المكان. ولكن الغريب في الامر هو الكتاب اللي ما موجودش، والقدره الشرائيه ديال المواطن هي اللي تتخليه تتراجع هو عنده. انا دابا شحال من عندي دابا شحال ديال الطلبات وشحال ديال الكتبه دابا اللي تنتسنى حتى يجي راه الشهر الموظفين باش يدادي، وهما مجموعه الكتب هما عندي في الرفوف تنتسنى حتى يتخلصوا الموظفين ويجيو باش يقتنيوا ويديو الكتب ديالهم. هو دابا العين بصيره واليد قصيره، هذا هو المشكل اللي كاين. الكتاب كاين ولكن القدره الشرائيه هذاك اللي باغي يشري عندك سته ولا سبعه الكتبات تيضطر ان على حسب الامكانيات ديالو الحاجيات ديالو يشري كتاب جوج ثلاثه، وتيقول لك اودي لك انت وباقيين هنا راه غادي نعاودوا نرجعوا باش نعاود ثاني كتب اخرى. هذا هو اللي كاين، ولكن الاقبال كاين، والدليل على ذلك هو ان غادي تشوف من المعرض الدولي للكتاب اللي غيتواجد في هذه السنه ان شاء الله، وغادي تشوف غادي يعطيو ارقام ان ديال شحال ديال الزوار وشحال ديال المبيعات وشحال ديال هذه، هذاك هو اللي غيثبت ان واش كاين القراءه كاين الان ولا كاين نقص تراجع. يمكن نقدر نقول انا تنقول، ولكن الحمد لله حنا جميع الشرائح بجميع التخصصات بما فيهم كي قلت لك الاطفال الشباب المسنين المتقاعدين، الزياره ديال واحد المجموعه ديال الوزراء كانوا سابقين كذا تيجيو تتوافدوا تقريبا كل اسبوع تيجي وحضروا وتيشريو كتب. علاش؟ يقول لك انا دابا تفرغت الوقت عندي كافي انني الهوايه ديالي هو القراءه. نعرف اللي بغى يقرا راه تيقرا، واللي ما تيقراش راه جالس في القهوه وراه تيفيدك الساندويتش، وهذا اللي كاين، هذا الواقع البور الحقيقي كاين. شوف القدره الشرائيه، اعطي الناس الفلوس غادي يجيو يقراو وغادي يديروا شحال من واحد يبغي يجهز الكتاب الخزانه ديالو هذه، ولكن على حسب الامكانيات. الحقيقه السؤال ديالك مهم،
وسمعنا مؤخرا من بعد الجائحة اللي هنا أن وزارة الثقافة وجود الوزير الشاب طموح اللي عنده برنامج مهم بالنسبة للثقافة تيقولوا بعد المكتبات وهذه أنها وزارة خصت واحد الدعم للمكتبات، ولكن الدعم تيتجلى غير في التجهيزات، دعم يعني مباشر التجهيزات، وأنك في الريوناج في الرفوف في الكونتوار شي حاجة لوجيستيك شي حاجة في الرقمي في الحاسوب كذا إلى آخره، هذا هو الدعم، ماشي دعم زعما كيكون عيني بشهادي إلى حدود الساعة. إحنا ما شفنا دعم، وأنا اللي تنتكلم معك أنا دابا رئيس الجمعية الجهوية الكتبيين، يعني إلى حدود الساعة ما جعلنا حد ما تكلم معنا حد. يمكن مستقبلا أن الكتاب خصو الدعم في الحقيقة، وهاد الكتابات كي قلت لك أنا غير قاربة، وخص على الأقل يوجدوا لهم شي حلول، سيرتو الكتب المستعملة والقديمة اللي في العالم، تمشي لفرنسا في لاسين ولا هادي راهم تشوفهم جانب الواد أكبر نهر في فرنسا، أنهم هادي تقريبا 80 عام باقيين إلى يومنا هذا، وعاطينهم محلات وأماكن مهمة. حنا تنتمناو من المسؤولين ديال البلاد الوادي والسناد المنتخبين أنهم يوجدوا أكشاك إذا في حلة جميلة ديال واحد مجموعة الكتبيين باش على الأقل نردوا الاعتبار لهاد الكتبيين، وعاد نردوا القارئ. علاش؟ حيت حنا دابا غنكونوا في هذا الشهر، ولكن غنمشيو من هنا العام الجاي، هو بون ما ربحناش لا حنا لا هما، ولكن بالنسبة للزوار ووافدين على المعارض تيقول لك أودي حبادا لو هذا المعرض يبقى دائم. حنا ما كرهناش يكون واحد الفضاء معين، يكون قرب الجامعات والأحياء الجامعية، ويكون في مؤسسات وفي ساحات عمومية كبرى. دابا الرباط الحمد لله راك شتي مدينة الأنوار في حلة جديدة، وهذه تنطمحوا أننا المسؤولين ديال البلاد يفكروا فينا حنايا، ويكونوا يقسمونا على حسب الأكشاك، ويكون يبقى الكتاب موجود يوميا في كل ساعة في كل حين. الطالب أو الباحث أو هذاك اللي تيقلب على شي حاجة اللي غير موجودة نوجدوها ليه حنايا، ونديروا مجهود كبير ونبحثوا أننا نساعدوه في البحث ديالو في الرسالة ولا الدكتورة ديالو ولا في الماجستير ولا في ماستر ولا أيا كان. إلى حدود الساعة وزارة الثقافة تدير معارض جهوية ديالهم في كل جهة من جهات المملكة. الدعم اللوجيستيكي لا أقل ولا أكثر، هذا اللي كاين، ما كاينش زعما شي دعم معنوي أو مادي ولا هادي، لا ما كاينش. يمكن تنطمحوا لهذه العملية الشراكات حنا مع المؤسسات الأخرى، مع الجامعات، إمالة مع مجالس الإدارية ديال الجامعات وكليات ومؤسسات خصوصية ووزارات، وهذه حنا مستعدين حتى نقدروا نجهزوا حتى المؤسسات المكاتب ديالها داخل المؤسسة.